السبيطار المهم جاو عندي مشينا قال كاين مشو يديروا المازوت في ولاد عزوز صافي هو مع الدري تيسكن تما المهم مشينا وصلنا تما كانوا مع الشندار مع المهم دازو ملي وصلنا تما جاتني الضربة من الجاجة ما عرفت شكون صافي غيبت انا بديت كنرد في الدم كامل ديزب الدم صافي تنقول لهم عتقوني السيد اللي تخلعوا فهمتي صافي كانوا بيحطوني المهم كنقول لهم عتقوني نقزو انا كنسمع في الطوموبيل الجندار مضربه بحجره ضرب الجدار من بحجره صافي انا ما مشتش هذيك الضربه اللي ضربتني صافي ملي شدمت صافي تخلعت ملي بديت كنرد الدم كنقول لهم عتقوني وصلنا للسبيطار حل فهمتي ضغوطات وصلت حليت الباب تاع الطوموبيل بغي يحطوني ما عرفتش بغي يمشي معانا تلاحيش بحال هكا تنتقي الدم جاو السيكوريتي تيجريو صافي هما يشدوهم دخلت انا تدخل عندي الدري تقول لي شوفي كتقول ليهم راه ما كنتش معاها راه جاو عندي للدار مضروبه باش جيت معاهم السبيطار والدراري قال لي من لا راه ضربنا بجلاقه ما كانتش معانا الدريه وكانوا سكرانين وداروني بحال انا اللي كنت سكرانه معاهم وانا مع السيد اللي معاها هي كنت طالب بحقي لحقاش الضربه ديال القتيل كلشي ضاع ليا حياتي ضاعت شكون اللي غيعوض ليا انا هادشي حتى واحد كلشي هادشي كامل هرس فمي سناني نيفي عيني شبكه ضربات كلشي مشى ليا شكون اللي غيعوضني في هادشي والمشكل اللي زاد فيسبوك بنادم ما عارفش انا ما عارفش شكون اللي يحط صوري في فيسبوك شكون اللي صورني حتى في السبيطار ما عارفش شكون اللي صورني لاحوني في فيسبوك قوت الهضره كانوا مقصرين كانوا مديرين كانوا فاعلين شاربين داروا الجندارم داروا بنادم ما عالم على حتى شي حاجه حسبي الله ونعم الوكيل فيهم حسبي الله ونعم الوكيل فيهم ما عارفينش شنو واقع وبنادم قوت عليا قوت الهضره وانا باقا بنت باقا بنت ها هي عندي سيرتيفيكا ودست عند الوكيل بنادم كيقوي الهضره انا دابا عندي العمليه نطالبه اللي يعاوني بغيت غير يرجع ليا وجهي راه تمحنت بزاف تمحنت 16 هرسه فمي مكنعش يوميا عايشه بالسيرومات سيمانه دابا بنادم تيقول الهضره بزاف راه حسبي الله ونعم الوكيل فيهم راه ما تنقدرش حتى نهضر راه باغي نهضر في فيسبوك ما تنقدرش ندوي مع فمي ما تنقدرش نهضر كاع اليوم ملي شفت هذاك الشيء مرض نفسانيا صافي فشتا بدويت معاكم راه واخا دويت معاكم انا دابا راه عرفتي راه عالم بيا الله كنحرك هادشي كاع هادشي هرس كنقادرش نهضر كنطالب يعرفوا شكون اللي ضربني الضربه ديال القشيل ماشي ديال الرحمه اش دايره ليهم لهالدرجه كاع ما بيدي حتى شي حاجه غدا انا السبيطار Thank you.